السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف كذا موقع متخصصين في البرمجة للأطفال. طبعا ممكن أي حد يتعلم برمجة، بس مخصصين للأطفال ومخلين شكلها حلو ومخلينا فيها نوع من الفن، زي مثلا سكراتش. أهوت احنا شرحناها كتير في القناة، هي معمولة تبع ال MIT، معمولة كل المواقع اللي هتشوفها دي مجانية. سهل جدا ان انت تبرمج مجرد دراج اند دروب، يعني الفكرة كلها ان انت تفهم الأفكار، تمام؟ يعني تقول له مثلا لما ادوس على كذا، مثلا لما نبدا اللعبه او تدوس على العلامه ديت، يبدا بقى هو يعمل حاجه. يعمل ايه؟ يعمل مثلا يظهر حاجه، يخفي حاجه، يغير اللون، يعمل مثلا موف. طب انا عايز الموف ده يتكرر كتير، بدل ما اقعد احطها كذا مره ممكن اقول له فين الايفنت، اقول له مثلا غير حاجه، مثلا هي ريبيت. ممكن تضيف صوت، تضيف ان هو يتكلم حاجة، يبدأ يتحرك، تمام. كودو دي برضو شرحناها بالتفصيل على القناة بتاعتنا بتاعت بيم أرابيا. هتلاقي البرمجة بتاعتها سهلة جدا ولذيذة، مجرد ان انت بتعمل توصل حاجات، تقول لما يحصل كذا يحصل ليه، تعمل كذا. يعني مثلا لما تشوف التفاحة تمشي ناحيتها، تمام. من الحاجات اللذيذة برضو سكراتش وكودو دي شرحناهم بالتفصيل في بيم أريبيا. ليجو بتبدأ تحط كده المكعبات، تلعب براحتك فيهم. في موقع برضو برمجة مرئية بتوصل حاجات، وخاص برضو للأطفال، هو أوبن سورس، مجتمع تعاوني يخليك تتعلم البرمجة. برضو سويفت بلاي جراوند، هحط لك الروابط اسفل الفيديو عشان ايه تقدر تطلعها بسهوله. بتكتب كود بسيط جدا عشان تبدا تشتغل. اليس برضو معموله للاطفال، تقدر تعمل بيئه انتراكتيف تفاعليه. بلوكلي عامله زي سكراتش، بتوصل الحاجات ببعض، وهو اوتوماتيك بيروح مترجمها للغه الجافا سكريبت والبايثون والبي اتش بي وليو ودارت بالشكل دوت. فبتبقى ممتاز ان الطفل يتعلم البرمجة ويفهم بس فكرة البرمجة، انه مثلا يكرر لحد ما يحصل كذا، ولو في قاعدة اف، لو في كذا، لو لقى حاجة مثلا قدامه يتصرف بشكل معين.